السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع. دائما درجات حرارة مرتفعة. تنبيه سري المفعول خلال نهار اليوم عن ارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة تفوق 46 درجة مئوية على الشمال، بينما تتعدى 50 درجة على الجنوب، خاصة على كل من تندوف، بن عباس، تيميمون، أدرار، حتى على عين صلاح وبرج باجي مختار. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة على الوجهة الساحلية الوسطى والغربية مع ضباب، لتصبح الأجواء مغشاة تقريبا على السواحل، لكن على المرتفعات والهضاب مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله أجواء غائمة، سحب ركامية رعدية مطيرة على الهضاب والمرتفعات. تقريبا نفس الوضعية الجوية على أقصى الجنوب، كذلك الصحراء الوسطى، مرتفعات الهجار والتاسيلي، وصولا إلى مناطق الجنوب الغربي حتى على الثورة وشمال الصحراء. خلال هذه الليلة إن شاء الله مقاييس ما بين 22 درجة إلى غاية 21 إلى غاية 24 درجة على الوجهة الغربية والوسطى، لكن ترتفع المرتفعات والهضاب وخاصة الوجهة الشرقية مع 30 درجة على السواحل. ننتظر 31 درجة على كل من غردية، بريان، زلفانة، 42 درجة على ولاية بشار، كذلك برج باجي مختار، انقزام. ترتفع لغاية 35 درجة على الصحراء الوسطى. خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض التراجع مقارنة باليوم على الواجهة الساحلية الشرقية وكذلك المناطق الداخلية. ننتظر بحول الله 34 درجة على بجاية، جيجل، سكيكدانبا والطرف. ترتفع لغاية 44 درجة على المرتفعات الداخلية الشرقية على كل من قلمة، ميلا، خنشلة، سوق هراس حتى على ولاية قسنطينة. 30 درجة على العاصمة، نفس المقياس على وهران، مستغانم. جنوبا دائما موجة حار ستخص الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب لتقارب 49 درجة مئوية. أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله ننتظر بحر من هادئ إلى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقا تصل غير 40 كيلومتر في الساعة، درجة حرارة مياه البحر تقارب 24 درجة مئوية. غروب الشمس ليوم الغد نهاية الأسبوع الثامن من شهر جويلية على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:08. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، جمعة مباركة، والسلام عليكم.